عن طريق التواصل مع الجمعيات رؤساء الجمعيات وكذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كنتواصلوا على اساس انه يكون التشجيع والحماس ولكن كذلك يكون داك الشيء بشكل حضاري لانه هذه هي الفرصه باش نبينوا كما قلت قبيله بان المغرب قادر رفع التحديات وبان المغرب بلد قوي متقدم له ملك عظيم له جمهور متحضر ومنتخب قوي نتمنى ان شاء الله الانتصار.